بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ولا زلنا في الفوت شامبيونز اللي شغال في السعوديه. ادوارد مندي بينتقل من تشيلسي لاهلي جده السعودي. بعد كلام كتير عن المفاوضات مع ياسين بونو بالنسبه لاهلي جده، وياسين بونو لسه بيفكر ويشوف هيكمل في اوروبا ولا هيروح على السعوديه، اهلي جده السعودي قرر ان هو يستغل ان تشيلسي عايز يدور على حارس مرمى جديد، وكيبا رزبلاجا ممكن يمشي، وكمان مندي كده كده بنسبه كبيره جدا هيمشي. فقال لك مندي، مش مندي ده كان من احسن الحراس في العالم اخر سنتين؟ اه نجيبه، نروح نتعاقد معاه. طب ومندي هيوافق؟ طبعا مندي هيوافق. مندي 31 سنه، وهو عارف كويس ان هو هياخد فلوس في السعوديه عمره ما كان بيحلم بيها لو راح يلعب في اوروبا، فريق متوسط او فريق بينافس على ان هو يقعد في الدوري. فلا مؤاخذه يعني مندي عارف كويس جدا ان هو الفلوس اللي هياخدها في السعوديه مش هيشمها في اوروبا بعد ما مشي من تشيلسي او بعد ما يمشي من تشيلسي. ليه؟ لان هو عارف ان الدنيا بالنسبه له في اوروبا بقت مقفوله شويه، خصوصا بعد الموسم اللي قعده دكه لحارس زي كيبا رزبلاجا. فانت هتضرب عصفورين بحجر واحد، اول عصفور ان انت تاخد فلوس عمرك ما كنت بتحلم بيها، وثانيا وده الاهم بالنسبه لحارس المرمى انه هيرجع يلعب اساس تاني. مندي في تشيلسي لو كان كمل ما كانش هيلعب، ده غير ان مندي طلع عليه سمعه ان هو هيقعد دكه لاي حد هيروح ينتقل اليه. دلوقتي في السعوديه مندي هيلعب اساسي عافيه. ليه مندي هيلعب اساسي عافيه؟ لان مندي هيبقى عنده نفسيه هاديه ومستقره، والتعامل اللي اتعامل بيه مع تشيلسي والمستوى السيء اللي ظهر عليه مع تشيلسي الدنيا هتتغير، لان هو هيكون مستقر نفسيا وهيكون عارف كويس جدا ان هو الحارس الاول بالنسبه لاهلي جده. صفقه كويسه بالنسبه لاهلي جده؟ طبعا صفقه كويسه جدا. بمستوى مندي من سنتين صفقه كويسه جدا. بمستوى مندي السنه اللي فاتت واللي قبلها ربنا يستر يا صاحبي. معلش يعني ادوارد مندي الثاني كان مثال حقيقي للوان سيزون اندر، يعني هو عمل موسم عظيم فشخ مع تشيلسي وبعد كده نزل تحت ما حدش شافه، يعني نزل تحت ما حدش شافه حرفيا. بس الشهاده اللي يعني مندي ما كانش هو لوحده اللي سيء، مندي كان قدامه خط دفاع لو اي حد بيلعب وراه، يعني اي حارس في مرمى في الكوكب كله بيلعب ورا خط الدفاع ده مش هيعمل حاجه، وده اللي كيبا رزبلاجا برده حصل معاه. اي نعم كيبا كان ظهر بمستوى كويس، ولكن مندي حظه سيء، حظه سيء ان توماس توخيل مشي وفكره اعاده كيبا رزبلاجا رجعت تاني لتشيلسي، ولكنها صفقه ممتازه بالنسبه لاهلي جده. اول الغيث قطرتهم بعد كلام على مفاوضات مع مورينيو، بعد كلام على مفاوضات مع لوكا مودريتش، بعد كلام على مفاوضات مع رياض محرز، اخيرا بيخلص تعاقد مع حد زي ادوارد مندي، وطبعا كان في كلام مع ياسين بونو. صفقه مميزه؟ طبعا صفقه ممتازه جدا، صفقه ممتازه. دي صفقه ممتازه وفي الجون حرفيا، وبالنسبه لاي حد عايز يخلص بدري بدري في اي صفقه، اخواننا تشيلسي عنده لوت لعيبه وبيحاول يخلص منهم. اتمنى ان الرساله توصل. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك او سبسكرايب.